اعتقد موضوع اخر استاذ هاجر اليوم النقابه الاساسيه نقابة وطنية الصحفي تونسين فرع وكالة تونس إفريقيا الأنباء. اليوم فرع نقابة وطنية الصحفي تونسين بوكالة تونس إفريقيا الأنباء حبروا بلاغ وبيان فضحوا فيه إقدام رئيس مدير عام وكالة تونس إفريقيا الأنباء سيد زميل نجح المساوي، مدير عام مساعد التحرير سيد زهير الوريمي، على حجب خبر بثته الوكالة يوم 4 جويلية 24. احنا اليوم 5 البارح. شنو الخبر؟ خبر بسيط ربما هي كوكالة عمومية يتعلق بإعلان سياسي تونسي مستقل اللي هو اعتقد الزنايدي اعتزام وترشح الانتخابات الرئاسية يوم 6 اكتوبر او 5 اكتوبر اللي سبق وان حدد موعدها وفق امر رئاسي. على الرغم من ان عدة وسائل اعلام محلية واجنبية نقلت الخبر عن واط، الا ان الرئيس المدير العام نجح المساوي اعطى لاحقا تعليماته، والكلمة هذه منقولة من كما قلت من بلاغ النقابة، بإزالته بشكل كامل ونهائي من جميع الوسائط الإعلامية للوكالة. أي مؤشر كهذا ألا يعطي انطباع بأن السلطة وعبر تحكمها في وسائل الإعلام التلفزة والإذاعة والطاب ستسمح بالحد الأدنى ربما انتخابات نزيهة كما قال سي معسكر؟ نقولوا اللي هي مش انتخابات نزيهة، هي انتخابات ديكتاتورية. أي من كان صحافي أم منافس للرئيس الجمهورية أو أي كان بش يكون منافس للرئيس الجمهورية بالنسبة لي هو عدو. معناها بالنسبة لي هو مانيش قاعدين نحكيه على ديمقراطية، على رئيس جمهورية كما صار مع المرزوقي وقت اللي وفات موندامتي تسلم السلطة للبيجي. دونك وقتها فما نحكيه على ديمقراطية، احنا اليوم مانيش قاعدين نحكيه على ديمقراطية، اليوم نحكيه على أشد الديكتاتورية اللي هي ما صارتش. معناها اليوم اي منافس للرئيس الجمهوريه فهو يعتبر عدو ليه، ماهوش منافس لانه هو ما يعتبرش انه هو فما. احكينا عن المدونين وانت المتابعه استاذ هاجر، احكينا عما يعانيه المدونون من ملاحقات واحكام. صحفيين هو مرسوم 54 ديجا، هو الكارثه. مرسوم 54 هو الكارثه للاعلاميين. مرسوم 54 هو سلب حرية، سلب الحرية الإعلاميين، سلب الحرية المدونين، سلب لأي كين. معناه أي إنسان بش يكلم ديجا هو عمله مرسوم، والناس كلها قاعدة تتحكم بالمرسوم هذا. الناس كلها قاعدة تتحكم بالمرسوم هذا، معناها الصحفيين المدونين. دونك اليوم احنا في مرحلة انه اي واحد بش يجي ضد رئيس الجمهورية او ضد مشروعه، اما هو ما عندوش مشروع معناها باش نحكيوا عليه، ضد سياده ليه الرئيس الجمهوريه فهو معناها عدو ليه، ما عادش منافس. ما عادش نحكيوا على كلمه منافس. احنا هاو نقلل عن رصد التونسيه يا استاذه هاجر، هاو حتى نعطي اكثر اضافه. اصدرت المحكمه الابتدائيه بالسليان حكما بسجن مواطن تونسي سنتين مع النفاذ العاجل بمقتضى فصل 24 مرسوم 54 تحكي عليه بتهمة السخرية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم إيقاف المواطن التونسي يوم 26 جوان بأمر من النيابة العمومية قبل أن يتم تحديد له جلسة في ظرف أيام قليلة ثم الحكم عليه بالسجن. لك الكلمة. معناها سخرية، ريت أنت تنقدوا نقد فقط، نقد محترم، فأنت تسخر منه. كما قال دكتور مراحي انه هو نقده سياسيا فانه هو يتسمى قاعد يسخر منه، او كما قال مانيش ما قلتلوش كلام بذير ولا اي كلام، هو نقده لانه هو يعتبر النقد اللي هو النقد اللي هو ديجا جريمه عنده. هو احنا كما نقولوا المؤامره، اليوم المؤامره اي مجموعه خمسه من الناس قاعدين مع بعضهم يتقاو يحكيوا فهم قاعدين يتامروا على الدوله، واي واحد باش يحكي في موضوع معناها على رئاسه الجمهوريه على الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه اليوم. حتى ولو انت تحكيش اليوم على غلاء المعيشه في تونس، نقعدوش خمسه من الناس تحكيوا على غلاء المعيشه في تونس، فانت قاعد تتامر على الدوله، فانت قاعد تتامر على رئيس الجمهوريه. معناها صحافي باش يحكي اي موضوع باش ينقد، النقد ولا سخريه ليه هو؟
سبحان الله، معناها الانسان هذا يمكن حتى بعد كلمه هذه يمكن حتى التلامذه اللي قرا معاهم في المكتب قبل ما تصور ضربوه ولا عملوا له حاجه نصورش حطوا في الحبس الكل. معناها اي واحد قال حاجه يعني لا يقبل النقد، لا يقبل النقد وكو. اي على خاطر انا نتصور اليوم حتى التلامذه اللي ضربوه في المكتب كيما صارت لاي صغير اليوم عادي يحطوا في السجن، معناها عادي جدا كان يتفكر وتو يمشي يحطوا في السجن. ان شاء الله ما يتفكرش عاكم، ان شاء الله ما يتفكرش، هو لاهي بمهام اكبر في حلول عليا. اي انسان ينقده فهو ينقد، النقد يعتبر سخريه. انت تناقش على الدوله وتحكي على الوضع العام اللي احنا نحكي فيها اليوم في تونس، فانت تعتبر تتآمر على الدوله وتمشي القضيه تتآمر على الدوله اللي هي شطر الشعب التونسي كل قاعد يتآمر على الدوله. وربما خير دليل وتاكيد كلامك هو عدد المهول لقضايا التآمر على امن الدوله في حق السياسيين وحتى مجرد مدونين. نعم نعم اسمحني، الدوله بالنسبه لي هو راهو هو الدوله، راهو رئيس الجمهورية هو الدولة. ريت انت كي تقول تسخر منه تنقده فانت تآمرت على الدولة لانه هو يعتبر روحه الدولة، والناس ما تعرفش الشيء هذا لانه رئيس الجمهورية هو فقط موظف ويتقاضى في اجرته، راهو موظف، راهو الوزير في تونس راهو موظف. احنا في تونس ما نعرفوهاش هذه، ما يعرفوش انه هو رئيس الجمهورية موظف قاعد يخدم ونحن قاعدين نخلصوا فيه فقط. نعم هذا هو دكتور. نعم روحك. نعم.